عايزين نفكك من الضغطة دي بجد ونغير الموضوع. يلا يلا فعلا فك 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 ما يستحملش أكتر من كده. وعايزينك تقول ألو 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 ألو. سايباه أنت يعني وعمالة تهزري وتفزري براحتك وسايباه هو يزعل في الكورة ومناقشات على الفيسبوك وعلى الانستجرام يا هنا؟ والله هو يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه. هقول لك مساء الخير الاول. مساء الخير يا كابتن. ازيك اخبارك ايه؟ منوره البيت الكبير. شايفه العصبيه والشد عامله ازاي على النادي الاهلي؟ يعني ده بتشوفي الكلام ده ازاي؟ انا والله انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا انا ماليش خالص في الكوره. احمد خلاني يعني اهلاوي بعشق الاهلي والله. هي كانت زملكاويه الاول على فكره. بصي بقى انت بتقوله سمعت. بس الكلام ده حقيقي ما كانتش مهتمه بالكوره. خليها كده ما كانتش مهتمه بالكوره. هي اهلاويه دلوقتي. لا والله العظيم انا اصلا ما كنتش عارفه قوي يعني اللعيبه بتاعت الزمالك يعني في الاول. فكنت كده كده ما كنتش يعني مش بعرف خالص في الكوره صراحه. بس هو اول ما عرفني قال لي من الاخر كده انت تبقي اهلاويه يعني والله انت تبقي اهلاويه. ده شرط. دلوقتي بقى بقيت اقعد معاه اقعد اتكلم بقى اللعيبه اسمهم ايه وبقيت بقى بقعد اتفرج ساعات معاه على الماتشات. هو اول ما بدا الكلام كان بيقول انا بنام على البرنامج اي برامج رياضيه ولازم افتح الفيسبوك واشوف البرامج يعني الناس بتتكلم ازاي في الكوره. انت بتتعاملي بجد مع ده ازاي؟ والله بقيت مش احنا مش دلوقتي بقيت بقعد اكلمك في الكوره ساعات. صح ما ترد يعني مش سامعك اصلا. بتقول لك ساعات دلوقتي بتقعد تتكلم معاك في الكوره يعني خلاص. على فكره مثلا مشكله رمضان دي كانت متابعاني يوم بعد. طب عايزين نسمع رايك ايه في رمضان. متابعاه جدا. كان هو اصلا يعني محموق قوي يعني وقت رمضان صبحي كان محموق قوي. وكان عايزه اقول لك على حاجه. كان بيصور اعلان والله العظيم كل شويه يكلمني يقول لي انا كلمت مش عارفه مين. انا مش كان مش مركز. انت هتفضحينا بقى في لا طبعا الموضوع يخلي بالك الموضوع كان مفاجأة للناس فعشان كده الناس كتير اتفاجئت. يعني كان في مفاجأة للناس وهو كمان كان بيشتغل فما يعني انا كنت رحت اليومين دول اعلان اصلا ما كانش مركز في الاعلان تقريبا كان مركز على الاهلي. على اللي حصل يعني بقى كنا بنتكلم وكده. بس انتوا صحاب يا هنا في البيت. انا بلاحظ كده يعني انتوا صحاب اكتر ما متجوزين صح؟ صح. هي دايما بتقول الكلمه دي. دايما بتقول الكلمه دي. تقولي حاسه ان انا ما اتجوزتش احنا اصحاب وعايشين مع بعض في البيت انا بحس فعلا كده. العلاقه يعني مش متازمه قوي اللي هو زوج وزوجه. طبيعتكم وشخصياتكم يعني رايحه للصحوبيه اكتر. والله يفهم بالظبط. انا بفضل على طول اقول له كده يعني اقول له. بس انت هنا برضو سكر يعني ويعني عارفه يعني الواحد يعني اللي عايش معاكي في البيت ده لازم برضو يعني يدلعك ويبقى صاحبك وكده يعني ياخدك على الهادي. دمك خفيف قوي. هو واخدني على الهادي. والله بجد. ودايما العلاقات الغير روتينيه هي اللي بتنجح يعني دايما. لما بتتحط العلاقه حتى علاقه الزواج لما بتتحط في الشكل الروتيني وخلاص بقى يعني بتاخد المساله انه بقى جواز وروتين فبيمل. الموضوع بيبقى انما لو انت فاكر والدنيا لذيذه بقى. لا ايوه عايزين. بس هي عامله دلوقتي كيوت وبتاع. لا هي برضو هنا مش سهله. لا مش عامله كيوت والله. طب يقول لنا الوش الثاني يا لهوي. لا قول كده والله. انا عمري في حياتي ما حد عرف ياخد حقه مني زي هنا والله العظيم. ثلاثه هي اللي بتعرف تاخد حقها منك. بتعمل اللي هي عايزاه. عندها يعني عندها تصميم واراده ان هي توصل اللي هي عايزاه لحد ما تزهقني. بتعمل اللي هي عايزاه في الاخر. انت برج ايه هنا؟ انا برج الجد. الجدي ترابي. وانت ايه؟ عقرب. عقرب. بس هو العقرب على فكره هو اصعب. لا هو اصعب فعلا. انا اصعب طبعا. لكن ده كويس يا احمد تلاقي شخصيه تعرف يعني تعرف تاخد منك من غير حتى ما تزعلك. ده كويس يعني. عندها طريقه واسلوب حياه بيبقى ده مهم. ايوه ايوه ده مهم. هي بص هي انا كمان هو اهم حاجه في الست بالنسبه لي يبقى دمها خفيف. هي هنا بتضحك جدا. فده مخلي اليوم لطيف. وشخصية طفولية كده يعني ما اللي هو والله العظيم انتوا فاهمين. هي اللي مسيطرة على كل حاجة والله. يعني انا اللي مسيطرة صح؟ ايوه ده كلام كبير. لا ده كلام كبير. بس دي حاجة حلوة والله. لا طب المفروض انت تكوني سعيدة بالكلام دوت يعني مش حاجة مش عيب. انا سعيدة بس والله. لا مش مسيطرة والله. هل انتوا اشتغلتوا مع بعض؟ يمكن اخر عمل كان الواد سيد الشحات. ايوه كان اخر عمل. مفيش بعد كده تعاون ما بينكم؟ وبعدين انتوا اصلا انتوا الاثنين عاملين ازاي لما بتشتغلوا مع بعض؟ بتتصدموا يعني بتتصدموا ولا بجد متعاونين ولا ايه؟ مره واحده بس صح؟ انا عايزه اقول لك الواد سيد الشحات انا كنت داخله بقى احمد وبتاع وكده اكتشفت ان هو في الشغل
لا ده بيقعد في الاوضه لوحده وقافل عليه بابه بصراحه. ما بتساعدهاش؟ لا بساعدها جدا جدا. وبيمسك السكريبت يقعد يفر فيه وهنعمل كذا، وكان دايما يقول لي حاجه بصراحه اتعلمت منه حاجه. بس انا اقول لك حاجه يا احمد اتعلمت منك، ان كان في حاجات انا بخاف اعملها في يعني في التمثيل، يعني مثلا كنت مش جريئه قوي ان انا اقول افيهات ولا الحاجات دي، كان اقول له لا شيل الجمله دي، شيل مش عارفه ايه، يقول لي اسمعي كلامي وهتقوليها كده، لا يا هنا هتقوليها بالطريقه دي، لا يا انا كنت عمري ما هعمل كده، يعني كنت عمري ما هقول الحاجات دي بالطريقه اللي هو بيقول لي اعمليها، بس الصراحه لما عملتها لا حسيت لقيت الفيدباك حلو، فرقت معايا. بقيت اجرأ، يعني في حاجات انا كنت عمري ما هعملها، خلاني اعملها في المسلسل. في الكوميدي. إن ما مش هتتعود. هو اصلا احمد بالنسبه لي يعني الطب، يعني انا بعيدا عن انا اصلا يعني مراته وكده، بس انا فعلا والله العظيم انا بالنسبه لي هو يعني الطب. حبيبتي انا والله يعني والله العظيم. بس انت قلت اتصدمت. قول حاجه يا احمد، قول حاجه يا احمد. انا هتكلم والله هتكلم. انت قاعد ساكت ليه؟ قول. انا هنا شهادتي برضه هتبقى فيها مجروحه يعني. بس يعني انت عارف انا صريح جدا والله وما بجملش كلامي. عارفين ده عنك. هنا دلوقتي 26 سنه وصلت لمستوى نجاح لسه في كتير، ولسه عندها اكتر من كده، ولسه تكتسب خبرات اكتر، لكن وصلت لمستوى نجاح وقاعده جماهيريه من التينيجرز واللي تحتيهم الاطفال والمرعبه. هنا انا بتوقع ان هي والله مش عشان مراتي خالص، خمس ست سنين الجايين هتبقى في حته لوحدها خالص خالص. انت عارف اللي حلو في الموضوع ان انت بتتكلم، انت بتتكلم كده عن هنا الممثله وانت كمان ممثل، فممكن يعني ايه في ساعات كده تلاقي مثلا ايه حتى مش في الفن في اي مجال اتنين شغالين مع بعض، انا مش عايزك احسن مني، طب ما تقعدي في البيت يعني خالص. عارفه ده ساعات ده يعني غالب، ده الغالب العلاقه اللي هنا مش كده، فده دي حاجه كبيره. اقول لك على حاجه يا فهم، هو بيتحمق قوي ليا لما مثلا يجيلي عمل مثلا يقول لي لا انت قيمتك اكبر من كده، لا يا هنا ده رايي وخدي برايي او ما تاخديش، يعني ما هو ده المانجمنت اللي كنا بنتكلم فيه بالظبط. بيبقى يعني محموق قوي وبيبقى يعني بيبقى عايز يكبرك قوي. حبيبتي بصراحه يعني. طب انتوا هنشوفكم تاني امتى؟ لا عايزين كمان نشوفهم. ايه الدور اللي انت يعني مستني بقى انك انت وهنا مع بعض، ايه الدور ايه الشخصيه يعني؟ هقول لك امتى. هو هنا ان شاء الله عندها مسلسل ان شاء الله يتعرض اوف سيزون بره رمضان، وعندها فيلم هيبقى حلو قوي يعني متحمس له جدا الفيلم ده. ان شاء الله تخلص هي المرحله دي وهنجيب فكره حلوه قوي تبقى احنا الاثنين. انت بتفكر في ايه الفكره اللي انت حابب انك تشوف فيها، تشوف مع بعض فيها يعني؟ اكيد عندك تصور ولا لسه؟ يعني ما اقدرش اقول لك يعني تصور معين، بس هي دايما الناس هتبقى حابه تشوفك في القالب بتاع الزوج والزوجه، مراتي مدير عام، الزوجه ال 13 مش عارف الحاجات اللي هي فيها مصداقيه شويه على الحياه الخاصه بالزبط يعني وتعملها بقى اب تو ديت يعني بالوقت اللي موجود دلوقتي يعني. لكن ان شاء الله اللي جاي هنا بس مش دلوقتي، هي تخلص المرحله دي ان شاء الله، دي مهمه قوي، اهم من انها تشتغل معايا اصلا دلوقتي بكتير، لان هي داخله على حاجات بتاعتها لوحدها. ان شاء الله تعديها وواثق ان هي تكسر الدنيا ان شاء الله باذن الله. ابويا مشي هنا ولا قاعد؟ لا لسه قاعد، ممكن قاعد فوق. تلاقيه مبسوط قوي. انا وهو بنتفرج بصراحه على البرنامج. هتتفرجي على الماتش فين يا هنا؟ ماتش الاهلي والزمالك هتتفرجي عليه فين؟ في المكتب برضه؟ لو اتفرج في البيت هتفرج، بس هو بيحب يتفرج في المكتب. ما هو قال هيتفرج يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله ان شاء الله. يعني يا رب يا رب. من قلبك. ايه مش لا والله من قلبي. لا والله اهلاويه، لا اهلاويه جدا دلوقتي، اهلاويه جدا يعني. والله اهلاويه ان شاء الله. المكسب للنادي الاهلي طبعا. تشرفنا بوجودك معانا، وان شاء الله تكوني موجوده لايف كمان معانا. سلمي على حماكي. حاضر اسلمك عليه وهو قاعد جنبي دلوقتي. طيب مش سلامات. شكرا ليك. وان شاء الله نكسب ونفرح الناس ونفرح الجمهور الكبير اللي بالملايين، جماهير النادي الاهلي.